خليني يكون معايا الأستاذ إسلام بيومي رئيس معرض الكتاب. برحب بيك يا أستاذ إسلام. أهلا بيك يا أستاذ جابر، أهلا بيك والسادة المشاهدين. بشكرك مرة تانية وتالتة ورابعة على الجمال اللي احنا بنشوفه ده. احنا بنشكر شعبنا العظيم، يعني المصريين أبهروا العالم في زحفهم اليوم لعيدهم الثقافي وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. تمام. حضرتك لا يعني لا تتخيل منظر المصريين من الصباح الباكر من قبل صلاة الجمعة وهم داخلين معرض القاهرة أو داخلين على أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب. تمام. فعلا ده عيدهم الثقافي دي. ده تأكيدا للحضارة المصرية والهوية المصرية. بالفعل احنا اليوم تجاوزنا ال 550 ألف زائر مصري. اللهم صل على سيدنا محمد. 550 ألف اليوم النهاردة بس. اليوم النهاردة بس بالظبط. يعني نقدر يعني ده انا بيتهيألي كده يا استاذ اسلام ده اعلى رقم يخش معرض كتاب من يوم ما اتعمل. عايز اقول لحضرتك احنا الارقام اللي بنحققها السنه دي بجد احنا منبهرين ومتفاجئين فعلا، انه الرهان على وعي الثقافي للشعب المصري كان دايما في محله، واللي بيراهن على شعبنا العظيم لازم بيكون فائز في النهايه. يعني انت حققت النهارده اعلى معدل اقبال على معرض يومي على معرض كتاب؟ استاذ جابر احنا من اول يوم افتتاح للجمهور واحنا عمالين نضرب الارقام القياسيه اليوميه. هي كانت 100 150 250 لكن انت النهارده عديت نص مليون، فده اعلى رقم. اعلى رقم النهارده. زياده عن 550 الف في اليوم التاسع النهارده باجمالي يزيد عن ال 2 مليون ونص زائر من اول المعرض، من اول يوم 26 المعرض. صح بالظبط. الملفت للنظر كمان ان احنا بنعمل احصائيات يوميه. فمن اول يوم عدد الزوار زياده عن، وده غير مسبوق بالمره، ايوه، زياده عن المعارض السابقه. يعني لو هنعمل مقارنه بسيطه، انه اول يوم في معرض 22 كنا بنتكلم في حوالي 40,000 45,000. السنه دي 131,000 وكسور من اول يوم. 131,000 احنا كل يوم بنضرب الارقام القياسيه في المعدل الزياره منذ افتتاح معرض القاهره الدولي للكتاب. يعني فعلا اعداد، فعلا رهنا على الوعي الثقافي للشعب المصري. فعلا كان في محله. وبالفعل هم ابهروا العالم وسكت كل الابواق اللي مش عايزه مصر تنجح وتتقدم للامام بالمنظر اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي. والمشاهدات للشعب المصري في معرض القاهره. هو لفت نظري كمان، يعني رغم الزحمه الكبيره النهارده دي، مثلا حضرتك لم ترصد اي حاجه بره الاطار، اي تجاوز او مخالفه خالص. انا عايز اقول لحضرتك يعني لا، انا اسف، يعني لا حاله تحرش ولا حاله تجاوز من حد على حد، ولا ضرب ولا خناق ولا حد يعني متضايق من حد فعمل حركه كده، او لم ترصدوا اي تجاوز في هذا الاطار خالص. كل اللي رصدناه، وهي وبقدم لهم الشكر الجزيل، وشرطتنا العظيمة والمرور اللي كان موقف الشارع بره المرور من الزحف الكبير للشعب المصري. لم نرصد أي أفعال نهائيا. 550 ألف في المعرض لم ترصد تجاوز واحد، لم يحدث تجاوز على الاطلاق. يا سلام خالص. يا سلام. بجد يا سلام. بجد يا سلام. الشكر الكبير كمان للمتطوعين، وزاره الشباب والرياضه اللي قايمين معانا بمجهود كبير من شباب المتطوعين، وزاره الداخليه، لا ننسى مركز مصر للمعارض برجاله وافراد الامن. بجد ملحمه، في ملحمه القطاعات، الدوله كلها احنا في ملحمه لإنجاح هذا الحدث اللي بيحمل اسم مصر وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. طيب ده أنا كنت بقول في بداية الكلام، هل متاح ندرس فكرة مد المعرض طالما في إقبال كبير وإن الناس عندها شغف وهو لآخره عكس المتوقع، ممكن نمده لحد نهاية الأجازة لحد يوم الجمعة الجاية، ولا ده صعب؟
يعني صعب جدا لكذا سبب. يمكن انت حضرتك اسردت الكلام دوت في مطلق كلامك. تمام. التجهيزات والتنسيقات الامنيه والتنسيقات مع الناشرين والرحلات. يعني اضيف على حضرتك كمان انه مر قرار الدولي للكتاب على الاجنده الدوليه ومحدد موعده. واحنا بعد معرض القاهره بيدخل بعد كده في معارض عربيه اخرى بتقام بعد معرض القاهره. فالناشر ملتزم ان هو يخلص في الميعاد ده عشان عنده ارتباط في معرض تاني. وانتوا نفس النظام الناشرين المصريين مرتبطين بمشاركه في احداث ثقافيه عالميه واقليميه وعربيه. صحيح. فانت صحيح. بالتالي انت مش عايز تعمل ربكه للجميع وبلاش نغمه فكره طالما في اقبال يبقى نفتح. لا، خلينا ملتزمين بالتاريخ المحدد. بالظبط. هو من نجاحنا انه التزمنا معرضنا كذا لكذا. ده افضل. صح. ده افضل. انت حضرتك اخر يوم ليك يوم الثلاث، يوم الاثنين. يوم الاثنين 6 فبراير. يعني انت هتقفل يوم الاثنين. يوم الاثنين هتشتغل الساعه 8 مساء المعرض. شغال حتى 8 مساء شغال. لكن ما فيش اي نيه لمد المعرض. مستحيل. اصل ده كنا بنعمله قبل كده في سنوات سابقه انه ممكن نمده 3 ايام 4 ايام مش عارف ايه يعني القديم ليه ظروفه. لانه كمان مركز مصر للمعارض مرتبط باجنده، هو كمان اجنده معارض تقام على 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 ارض المعارض. فيعني لا، انا مع حضرتك ان الالتزام بالمواعيد افضل. يعني بعد ما سمعت رد حضرتك الالتزام بالمواعيد، لانه في التزامات فعلا لدور النشر الاجنبيه والعربيه انها تشارك في اماكن اخرى، واتفاقات مع شركات الشحن. صح. الكتب بتنتقل من القاهره. صح. تروح دوله اخرى. صح. صح. ايه الحاجه الجديده اللي رصدها رئيس معرض القاهره الدولي للكتاب وعايز يطمن الناس والدوله عليها؟ ايه الحاجه اللي انت شفتها ومخلياك سعيد ومخلياك وزالت من عندك بعض التردد في امور ما وخليتك بتقول انه لا احنا شعب عظيم؟ ايه اللي حصل في المعرض السنه دي؟ يعني خلينا نقول نسب المبيعات الكبيره جدا للناشرين المصريين والناشرين العرب. ده كان مفاجاه حتى اصلا بالنسبه للناشرين انفسهم. يعني نسب المبيعات والادعاءات او الافتراءات اللي بيقول لك انه العالم بطل يقرا او الشعب المصري بطل يقرا او في مشكله في القراءه او في ضغط القراءه. الشعب المصري كل عام بيؤكد عكس هذا الكلام. انه بالفعل الشعب المصري هو شعب الثقافه. هو الحضاره، هي الهويه المصريه. يعني بجد بالنسبه للعالم كله انه معرض القاهره الدولي للكتاب هو اهم معرض، وهو اول معرض في منطقه الشرق الاوسط. يعني أنا بشكرك شكر جزيل. وكل الناس والله تيجوا نروح بكرة المعرض يا شباب بتوع، نروح كده فريق منشط كده يروح. ماشي، يلا 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 نروح بكرة كده ونشوف الدنيا إيه. وناخد يحيى على الله حكايته. أستاذ إسلام، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل، وكل المجموعة اللي شغالة مع حضرتك لها كل الاحترام والتقدير. وإن شاء الله بإذن الله في نهاية المعرض يوم الاثنين يعني كلنا كمصريين نهني حضرتك ونهني كل فريق العمل بهذه اللفتة الحضارية الجميلة اللي انتوا الحقيقة تحديتوا كل الظروف ان انتوا تصدروا المصريين في هذا المشهد وتخلونا نشعر فعلا انه في حاجات حلوة كتير في هذه الدولة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.